السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة من برنامجنا الوطني إنجازات وطنية عبر منبر شاشة قناة جوسات الفضائية الأردنية عبر عدسة إنجازات وطنية. ضيفنا لهذه الحلقة سعادة رجل الأعمال المعروف السيد عادل عفانة، صاحب محل The First Man في منطقة حي نزال. سيد عادل عفانة، بالبداية مساء الخير. الله يسعد مساكم. نرحب بوجودك ببرنامجنا الوطني إنجازات وطنية، وحابين الآن نعرف السادة المشاهدين، وأنت أشهر من أن تعرف في محل The First Man في منطقة حي نزال في قطاع الألبسة. حابين نعرف السادة المشاهدين من هو السيد عادل عفانة. تفضل. عادل عفانة صاحب محل ألبسة رجالي، مختص في قطاع الألبسة الرجالية. نعم. بدل. نعم. حي نزال. نعم. جميل. سيد عادل عفانة، لك البعض طويل في قطاع الألبسة. نعم. حابين نتحدث الآن عن تأسيس محل The First Man للألبسة. متى تأسس هذا المحل؟ هذا تأسس المحل سنة تقريبا 2010. نعم. شو فكرة هذا المحل؟ أكيد له فكرة معينة. والله كانت فكرته من فضل رب العالمين، نظرت أنه حي نزال كلها ما في قطاع خاص بالإشي اللي اسمه الرسمي. نعم. هلا الألبسة الرسمية زي ما تحكي عنصر مفقود. نعم. لو اجينا اطلعنا مثلا على كل القطاع من تخصص الألبسة الرجالي تحديد، بتلاقي الكل ما عنده محل كامل او نظام كامل بتخصص. نعم. فانا حبيت اني اوجد صنف التخصص وعلى هذا الاساس اشتغل عليه. جميل. سيد عادل عفان، تحدث الآن عن آلية العمل وأهم الخدمات. شو بتهتموا بشكل عام؟ أنت ذكرت الصنف الرجالي. نعم. نعم. اللبس الرسمي أيضا. نعم. شو بتهتموا أيضا في هذا المحل؟ والله هو الأكثر شيء بأهتم فيه البدلة. 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 نعم. يعني هاي البدلة بأحاول قدر المستطاع أن تكون 100% أن أكون مهتم فيها. نعم. جميل. آلية الاستيراد والتصدير سيد عادل عفان هذه الألبسة؟ بأستورد من الصين ومن تركيا. تمام. و 20% 30%، وما يعادل من 70% إلى 80% بنجيب قماش أجنبي وصناعة محلية. جميل. سيد عادل، شو بتميز محل The First Man عن محلات أخرى في منطقة حي نزال؟ والله المحلات، مع احترام للجميع يعني، طبعا المحلات كلياتها يعني من فضل رب العالمين، بأتوقع كل محل وكل صاحب محل وكل شخص بكون قاعد في محل بهم انه يكون محله ناجح بغض النظر عن First Man، بس من فضل رب العالمين احنا اليتنا عندنا هون خدمتنا للزبون ما بعد البيع، خدمتنا باهتمام للزبون. يعني انا عندي آلية اني انا احافظ على زبوني اكثر ما اني يكون غايتي اني ابيعه او اني اعطيه هاي السلعة المعينة. جميل. سيد عادل عفانة، كيف ترى إقبال المواطنين في هذه المنطقة، منطقة حي نزال، لمحل The First Man؟ جيد والحمد لله رب العالمين. نعم. نعم. جميل. سيد عادل، أيضا نتحدث الآن عن تطور قطاع الألبسة في الأردن، كيف ترى تطور قطاع الألبسة؟ هل هو متطور؟ والله في تطور، بس لو أجينا نظرنا من 20 سنة. تمام. طبعا أنا بهذا القطاع الألبسة عمري 30 سنة فقط في قطاع الألبسة. نعم. يعني من 30 سنة وأنا بعمل في هذا القطاع. نعم. هلا لو جينا عملنا حسابنا من 20 سنة، عملية الاستيراد والتصدير وعملية البيع وعملية إقبال الزبون وعملية إقبال التاجر على أنه يأمن له شغلة معينة، كان عندنا نسبة عالية جدا. نعم. تمام. النسبة العالية جدا هاي كانت تخدم بالجودة. هلا نفس النسبة هي بتخدم النسبة العالية، بس للأسف الشديد بطلوا يهتموا بالجودة زي ما كنا نهتم أول. شو السبب سيدي؟ السبب سيدي العزيز إنه الزبون صار يجي مثلا بكل أريحية يحكي لك أنا بدي إشي أمشي أموري. نعم. تمام. نعم. يعني هل تواجهون أي مشاكل أو معضلات؟ من فضل رب العالمين، من فضل رب العالمين تحديدا. نعم. مع زبوني ما. نعم. عندي من فضل الله ما عندي مشاكل. نعم. نعم. جميل. الحمد لله. سيد عادل عفانة، نتحدث الآن عن نقابة المهن. نعم. هل يوجد تعاون بينكم وبين نقابة المهن؟ لابد يكون في تعاون طبعا. شو بتحب توجه لهم رسالة؟ والله أنا بأحييهم على جهودهم، بأحييهم يعني دائما هم بسم الله ما شاء الله جماعة متابعين معنا وإحنا متابعين معهم، وأنا شاكر جدا إلهم وشاكر لرئيس النقابة وشاكرهم يعني شخص ما عندي استثناء، بالعكس كلهم كان أصغرهم أو أكبرهم من فضل رب العالمين
يعني قائمين على عمل. نعم، واحنا ايضا نشكر نقابة التجار. نعم، بدون شك اكيد نشكرهم جزيل الشكر عبر شاشة قناة جوسات، تعاونهم الدائم ان شاء الله مع محلات الالبسة. سعادة رجل عمل السيد عادل عفانة الشعبي، من اين جاءت لمحل ذا فيرست مان وللسيد عادل عفانة؟ لك شعبي كبير ما شاء الله بالمنطقة. الله يبارك فيك، الحمد لله. والله زي ما حكيت لك اخي العزيز، يعني من فضل رب العالمين هو كانت الفكرة الاساس التعامل. نعم. فيعني من فضل رب العالمين صار عندي إقبال على المحل، ممكن تكون مثلا من أسلوبنا مع الزبون، ممكن هي محبة من رب العالمين. الحمد لله، الحمد والشكر. إن شاء الله نتمنى لك التوفيق والنجاح سيد عادل عفانة. نتحدث الآن أيضا، نوجه رسالة لجيل الشباب. جيل الشباب، نتحدث عن عدد الكوادر في محل عفانة. نعم. عدد الكوادر، هلا الكوادر اللي عاملة مثلا في هاي الألبسة كوادر كثيرة. نعم. تمام، بس إذا بدك تحكي عن الجيل الجديد ولننصحه. نعم، إحنا حابين نوجه رسالة نصح وإرشاد، نبعد عنه ثقافة العيب أكيد. هلا أنا مثلا بنصح الجيل، أنا بنصح جيل جديد، تمام، إنه يبتكر من ذهنه ما يتطلع لغيره. نعم. يعني أوكي أنت تاجر، تتطلع أنت مثلا شو عندك إمكانيات أنت اللي بتقدر عليها. نعم. يعني أنا مثلا بأستطيع أني أستورد، أروح أستورد، أنا بستطيعش أن أستورد، ما بقدر أستورد. نعم. مثلا أنا بقدر أشتغل بهذا الصنف أو ما بقدر، مش أنه مثلا صديقي يشتغل في هذا الصنف أروح أنا أشتغل فيه، لا. كيف؟ أنا آليتي أني أنا عندي قابلية لهذا الشيء أو لا. فأنا نصيحتي للجيل اللي جاي والجيل اللي صاعد والشباب ما شاء الله عليهم، أنا نصيحتي أنه في آليتك وفي وضعك وفي إمكانياتك فكر واشتغل عليه ورح ينجح اكيد. يعني اما اذا نعم. تفضل. نعم، يعني من صار على الدربه وصل، ولكل مجتهد نصيب. كلام سليم، صح. اكيد اكيد. سيد عادل عفانة، نحن نعيش في منظومه نعمه امن وامان، والحمد لله. الحمد والشكر لله. الحمد لله. الاردن حديقه داخل حريقه. نعم. يعني الامور ملتهبه حوالينا. لو قدر لك في هذه الايام ان تقابلت مع جلاله الملك عبد الله الثاني بن حسين في ظل هذه القياده الحكيمه، في ظل هذه القياده الرشيده، الحمد لله، ماذا ستقول له سعاده رجل الاعمال السيد عادل عفانة عبر شاشه قناه جوسات؟ تفضل. والله بشكره، طبعا الشكر كل لله وثم لجلال سيدنا، وبأشكر جزيل الشكر. نعم. على سياسته وعلى عمله اللي الحمد والشكر لله العطاء، ومن فضل رب العالمين على قدرته وعلى سيطرته وعلى ذهنه بسم الله، السيطرة التامة على الأمن والأمان. نعم. يعني قديش مثلا فئات ضالة حاولت أنه تزيح عن مصرب جلال سيدنا أو تزيح حكومته أو تزيح الأمن، ولكن من فضل رب العالمين كان الأمن أو الجيش أو حتى المواطن من فضل. نعم. رب العالمين، كلنا ذراع أيمن لجلال سيدنا. أكيد إحنا الله يديمه فخرا في غروسنا، بنفتخر طبعا. أكيد أكيد بنفتخر، وبدنا رسالة أيضا للجهات الأمنية للعين الساهرة دائما بسهر على راحة المواطن. العين الساهرة، والله يا سيد العزيز، هادول يعني تقدر تحكي بنقدرش نلخصها بجملتين. نعم. أو بكلمتين. أكيد. أو في لقاء أو في شيء معين، لأنه ما بحس في نفسك إلا نفسك، عرفت؟ يعني أنت لما تشوفه سهران 24 ساعة عشان يحميك وأنت نايم، هاي لحالها يعني قمة السعادة، عرفت؟ أنه أنت مأمن من بعد رب العالمين. هلا هذا القطاع يعني بالنسبة إلي أنا بأعتبرهم الله يعطيهم العافية وإن شاء الله إلى الأمام، وأنا بشكرهم. نعم. والحمد والشكر لله. نعم، نشكر جهودك، جهود كل جهة أمنية، دائما بسهروا على راحة المواطن. الله يعطيهم العافية والصحة. العافية. إن شاء الله الأمام، ويحفظ هذه النعمة من جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين، جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين، في ظل هذا القيادة الحكيم الرشيدة سيد عادل عفانة. نعم. نتمنى لك التوفيق والنجاح، لكن حابين نحدد للسادة المشاهدين موقع محل ذا فيرست مان وأرقام الهواتف للتواصل أكيد مع حضرتك. إن شاء الله. تفضل. هلا الآن موقع محل ذا فيرست مان، حي نزال، شارع الدستور، بناية 137، رقمي الشخصي 0795783545. نعم، اكيد الارقام ستظهر على الشاشه لزميلنا مدير التصوير سيد احمد الخالدي. اتمنى لك التوفيق سيد عادل عفانة. الله يسلمك. واكيد اتوقع انه خلص البرنامج الان. إن شاء الله. في نهايه لقائنا اعزائي المشاهدين الكرام، تقدم بالشكر الجزيل لسعادة رجل الاعمال المعروف السيد عادل عفانة، صاحب محل ذا فيرست مان في منطقه حي نزال شارع. نعم. الدستور. سعادة رجل الاعمال السيد عادل عفانة، اتمنى لك التوفيق وشكرا جزيلا لهذا اللقاء ودعمك لبرنامج انجازات وطن. ان شاء الله، احنا معكم ان شاء الله، واحنا بنشكركم برضه جزيل الشكر على اعطائكم وعلى تعبكم اللي تعبتوه معنا. راسك بالعافية.